كوتش اليوم شفنا لوكسه ديال بن عياد، بغينا غير نعرفوا ليطاد فيزيك ديالو واش لي عاقب باش يكون تيتولير دون لي بروميير ماتش، كيفاش كانت لا بريباراسيون ديالو في هذا. والله بن عياد كما تعرفوا جاء من فريق الترجي الرياضي التونسي، كان عنده اصابه رقبته متقاطعه، قام بفتره تاهيل مع الترجي، لكن عنده 10 اشهر غايب عن المقابلات الرسميه، اكيد باش يكون دخوله تدريجي. نسقت انا وياه، خدمنا اسبوعين او 3 اسابيع على نسق معين، وكنا حاطين كونه باش يبدا يدخل في المقابلات بنسق من يعني دقائق من 20 دقيقة إلى ما أكثر، وإن شاء الله من المقابلة الأخرى يبدأ يرقى المستوى نتاعو. لا دغنيغ لي دغوات اللي كاينة في الشامبيونة، شنو غادي يكون سبيسيال في البريباراسيون فيزيك للراجل؟ احنا ما عندناش سبيسيال، احنا نشتغلوا حسب حاجياتنا، حسب النقائص اللي عند اللعابة، حسب المقابلات اللي مازالوا لنا، حسب الرزنامة، حسب رمضان اللي جاي، يعني فما بوكو دو باراميتر بوند اون شارج. احنا ما عندناش تحضير خاص، عندنا تحضير اللي لازم يكون في الوقت اللي لازم يكون. شكرا.